ابدا اطلاقا، مع انه بنتي من ذوي الاحتياجات بس ما بعرف. لا صراحه ما سمعت فيه. لا مع انه عندك ولد هيك بهيدي الحاله ما سمعت اي شيء عنه. مرحبا. اهلا وسهلا. سمعت شيء عن قانون ذوي الاعاقه الجديد؟ لا صراحه ما سمعت فيه. لا لسه ما سمعت فيه الصراحة. لا يعني القديم ما بعرفه ولا أعرف جديد. ما عندك أي فكرة؟ أبدا إطلاقا، مع أنه بنتي من ذوي الاحتياجات بس ما بعرف يعني. لا والله ما أنسى معان فيه والله. لا والله ما لي سمعاني فيه. لا الصراحة. سمعاني شي بقانون ذوي الإعاقة الجديد؟ لا لا. مع أنه عندك ولد هيك بهيدا الحالة ما سمعت أي شي عنه؟ يمكن مشكلة التواصل الاجتماعي مش أكثر يعني.